الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة على الهواء. كل سنة وانتم طيبين. بكرة أول يوم في صيام أهل نينوى، هنصلي مع بعض ونصوم الاثنين والثلاث والأربع، ونصلي قداس فصح يونان يوم الخميس الصبح بنعمة ربنا. صوم يونان له معزة خاصة جدا في قلوب الكنيسة القبطية كلها. ثلاث أيام بساط، الكنائس بتتملي بالقداسات، بنصوم لغاية متأخر ونتناول متأخر، وفي مننا ناس بتصوموا بنسك شديد، ومعروف كده هو دايما صوم يونان احنا كل الناس وكل البيوت بتصومه. وكان معروف كمان ان كتير من الاباء الرهبان والنساك يصوموه طي، يعني ممكن يقعدوا ثلاث أيام كده هو تصايمين. وكمان طقس الكنيسة ان احنا بنصومه بنفس طقس وترتيب الصيام الكبير، يعني بدون سمك وانقطاع، وفي القداس نصلي المزامير كلها لغاية صلاة النوم. يعني كلنا نحب نحضر ونصوم ونصلي وناخد بركة، ولعل الله يقبل توبتنا زي ما قبل توبة أهل نينوى. ومن وحي القصة بتاعت يونان، وهي طبعا قصة حقيقية مكتوبة في الكتاب المقدس والمسيح نفسه استشهد بيها، ويكفي ان هو يقول ان هو يعني تاخدوا آية او تعطوا آية مثل آية يونان النبي، وشبه ان هو لما هيخش القبر ثلاثة ايام ويقوم زي يونان لما قعد في بطن الحوت ثلاثة ايام وخرج حي. فمن هنا بنتأكد ان المسيح نفسه استشهد بقصة يونان، وبنعرف انها قصة حقيقية مش مجرد اساطير ولا خيال، لان الاسم موجود في الكتاب المقدس يونان، ونينوى دي بلد موجود على الخريطة، والقصة مثبتة بكافة الأشكال. يمكن طبعا معجزة الحوت دي بتخلي الناس تقول دي أسطورة، لكن فكر الإعجاز في الكتاب المقدس والعمل الإلهي فكر موجود في الكتاب المقدس من الخليقة، وحتى الآن في كنايسنا وفي بيوتنا يمكن المعجزة موجودة، وبنصلي عشان ربنا يعني يستجيب لنا في طلبات. الجملة والآية اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة خاصة بالبحارة. لما البحارة قالوا اليونان قم أصرخ إلى إلهك، البحارة دول كلنا عارفين القصة مش محتاجين ان احنا نقولها، لكن البحارة حقيقة ما كانوش يعرفوا ربنا، لاني في القصة واضح قوي ان هو بيقولوا فكان كل واحد يصرخ إلى إلهه، كل واحد عمال ينادي على الإله بتاعه. لكن جه واحد كده هو رئيس النوتية رئيس البحارة، لقى يونان نايم ومتخدر كده وضميره ساكت، فراح قال ايه؟ قم اصرخ الى الهك. جملة جميلة قوي قالها واحد ما يعرفش ربنا، انما هتكون محور كلامنا وتأملاتنا، وياريت نتعلم منها. قم اصرخ الى الهك. هنرجع كده خطوة لورا في الحكاية قبل ما نوصل للبحارة، وهنلاقي ان في سفر يونان في الاصحاح الاول كانت كلمة الله واضحة جدا الى يونان، ويونان كان نبي ابن اميتاي، وكان اغزفته ان هو يعمل العمل الالهي على الارض، يعني ربنا يقول له اعمل كذا، حاضر روح كلم فلان زيه زي اشعيا وارميا وحسقيال ودانيال وكل الانبياء اللي نعرفهم في العهد الجديد العهد القديم اسف، كانوا زي ما تقولوا ربنا بيختار ان هو يتكلم معاهم وهم يوصلوا كلمته للناس ديت. فكانت كلمة الله الى يونان ابن اميتاي واضحة جدا، قم اذهب الى نينوى ونادي عليها لان شرهم قد صعد امامي. آية 3، فقام يونان ليهرب على طول. يعني هو يونان سمع كلمة ربنا قال انا مش رايح، هرب. وقال أول سفينة رايحة فين؟ لقى سفينة رايحة فين؟ رايحة ترشيش، يلا على ترشيش. طب ده ربنا قال لك تروح نينوى، هو أخذ الاتجاه التاني خالص قال أنا مش رايح،
قال أنا مش هعمل اللي أنت قلتلي عليه يا رب. تاني يونان قال كده، أنا مش هعمل اللي أنت قلتلي عليه يا رب. جملة إحنا كتير قوي بنعيشها. يمكن يونان الكتير من مفسري الكتاب المقدس قالوا هو محبش يكون نبي خراب، محبش يقول أنا هروح أقول أنتوا المدينة تنقلب عليكم، أنا نبي أبشر بالسلام. في بعض الآراء تقول كده، في ناس تانية تقول لك لا، هو يونان قال دول ناس أمم وأنا النبي بتاع شعب إسرائيل وأولاد ربنا، أروح ليه للأمم أكلمهم عن ربنا؟ يعني اختلافات كتيرة قوي من حاول نفسر تصرف يونان أو نديله تبرير. لكن الحاجة اللي كلنا متفقين عليها كلمة الهروب من كلمة الله. يمكن احنا في حياتنا بنقعد ندور على فكرة نسمع صوت ربنا ازاي. اكتر سؤال بنتسأله في الضيق في المشاكل، يا رب قول لنا اتجاهنا ايه، ونقعد نحاول نصلي ونقعد نحاول نستشير ونقعد نحاول نفكر ونشوف علامات ونشوف عشان نعرف ربنا عايز يودينا في اي اتجاه. انما بالنسبة ليونان كان صوت ربنا واضح جدا، فنقول له روح يلا يونان المكان الفلاني نادي عليهم عشان شرهم صعد امامي. فقام يونان وذهب الى طرشيش، جوه نفسه قال انا يا رب مش هعمل اللي انت قلتلي عليه. وطبعا دي جملة صعبة قوي، يا ترى مين فينا يحب ان هو ما يتسمعش كلامه لو كان اب او كان معلم او كان مدبر، خصوصا لما بيكون ربنا وبيقول كلمة ربنا طبعا مدرك كل كلمة يعني يقولها للإنسان. يمكن أنا لما أتكلم مع حد أبالغ أو أعطي أهمية الموضوع ملوش أهمية، نبالغ نتجاهل حقيقة معينة، إنما كلمة الله هي الحق، عشان كده المسيح ياما قرر الحق الحق أقول لكم، والحق هو لا يزول ولا يتغير. فكان كلمة الله إلى يونان كلمة واضحة جدا، ويونان ما كانش عنده شك يقول أنا سمعت غلط ولا ما سمعتش، أنا مش عارف أنا سمعت إلهي، يونان أنت كنت عارف. إذن هنا أول محطة نقف عليها لما إحنا نقول لربنا لا، لما نقول لربنا أنا يا رب مش هسمع كلامك، بغض النظر عن التبريرات وبغض النظر عن مفهومك وبغض النظر عن مشيئتك، إذا كانت كلمة الله واضحة بالنسبة لك هتقدر تقول لربنا لأ؟ يونان قدر وهرب. والحقيقة كلمة الهروب دي متكررة قوي في حياتنا، بس تعالوا الأول نشوف إحنا بنهرب من إيه والإيه. يونان كان هروبه من دوره اللي ربنا قال له يعمله، انت يونان نبي وليك ان انت يعني زي ما قلنا تشترك مع الله في عمله وخلاصه المقدم للبشر، تتكلم بلسانه وتقول شريعته وتقول وصاياه، كان فيها نبأ بالخير او كان فيها نبأ بالشر، دي مش مشكلتك يا يونان. ده نشكر ربنا قوي ان ربنا بيستخدمنا ودي نعمة. إنما إنك تقول له لأ أنا مش مقتنع، أو تقول له لأ أنا مش قادر، أو تقول له لأ أنا ما بحبش، أو تقول له لأ الناس كلها بتعمل عكس اللي أنت بتقوله، الحقيقة الكلام ده أنا مش بقوله بلسان يونان، إنما الكلام ده أنا بقوله بلساننا كلنا. إحنا ياما بنتجرأ أمام الله ونقول له لأ، ياما بنتجرأ أمام الله ونقول له مشيئتك مش نافعة اليومين دول، أو نقول له وصيتك يا رب مش عملية، أو نقول له يا رب كنيستك حقيقة مش تقييمنا ليها مش ولا بد. فإذا إحنا بنقول لربنا لأ كتير كتير. هل صوت ربنا واضح لينا زي يونان؟ هنا ممكن نختلف، ممكن واحد يقول يا ابونا أنت عارف لو كان ربنا بيقول لي كذا انا كنت طبعا هقول له، قالك انا مش عارف قوي، هقول لك لا ما هو كلمته في ايدينا. يعني كل مره بتكذب انت بتقول لربنا لا، كل مره بتنجس تفكيرك وجسمك انت بتقول له لا.
كل مرة أنت بتعمل خيانة أو عدم أمانة لبيتك أو زوجتك أو ولادك أو في عملك أنت بتقول له لأ. كل مرة أنت بتكسر وصية أنت بتقول لربنا لأ. يمكن عشان ربنا رؤوف رحيم زي ما كلنا عارفين في قصة يونان، وبيعطي لنا بدل الفرصة اتنين، لكن بيجي وقت مش لازم نخش جوه بطن الحوت عشان نعرف ان احنا هربنا. الفكرة كمان اني بنهرب لإيه؟ يعني داود قال في المزمور: إلى أين أهرب من وجهك؟ هروح فين منك يا رب؟ يعني يونان انت رايح ترشيش، وترشيش دي ما فيهاش ربنا، انت رايح غضبان من ربنا يونان. يعني هو مثلا واحد صاحبك هيجي يقول لك، يقول لا يا عم انا مش جاي معاك، وتروح سايبه وماشي لا، ده الرب ضبط الكل، ده الرب خالق الكون، الرب الذي وحده له الحق وهو الحق ويملك الحق. احنا محدش فينا يقدر يقول انا الحق، او محدش يقول انا كلمتي كلمة حق الا ما كانتش مسنودة بحق الله. فاذا هنا هنهرب نروح فين؟ تعالوا نفكر سوا، احنا بنهرب نروح فين؟ ساعات بنروح نهرب في الحتة اللي احنا فيها مرتاحين. يعني اخدم ليه؟ النهاردة بقى الكنائس كلها الحقيقة يعني في خدام أمناء جدا في كل الكنائس، وفي خدام آخرين تركوا رسالة الخدمة بأي شكل من الأشكال، هربوا، قال لك الولاد صعبين، البنات ما بيسمعوش الكلام، أمين الخدمة تعبني، أبونا ما بيمشي رأيه، وسبنا وسبنا وهربنا. عمالين نهرب، بنهرب نروح فين؟ بنقعد ما نعملش حاجة، بنقعد نحوش في فلوس، بنقعد نشتغل زيادة متبررين بقى، عمالين نقول كده ايه قصدي، يعني بنبرر لنفسنا ونحط اعذار لنفسنا زي ما يونان كان عنده اعذار كتير وكان عنده تبريرات كتيرة. فبنهرب، هنهرب نروح فين؟ تهرب من مسؤولية الخدمة بتاعتك، تهرب من اي واجب المفروض تعمله تجاه اهلك أو تجاه الناس اللي تعبت معاك، تهرب من الوصية، تهرب من أي واجب أو أي قانون روحي المفروض تعمله. ما ده كلها هروب. بنهرب لإيه؟ فيما لا يفيد. الأمثلة كتيرة قوي، بنهرب بقى ممكن إدمان، ممكن مخدرات، ممكن تضيع وقت، ممكن لتلفزيون، ممكن لميديا، ممكن لحاجات نجسة. نهرب 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 لغاية للأسف بنتعود ليها، حتى ما نبقاش عارفين سكة الرجوع لفين من المكان اللي احنا كنا المفروض نكون فيه. اوعى تهرب، اوعى تهرب، اوعى تقول لربنا لأ. انما يمكن استخدم الكلمة اللي البحارين قالوها: قم اصرخ الى إلهك، هنتكلم عليها كمان شوية. انما تهرب قول له يا رب فهمني، قول له يا رب عرفني، قول له يا رب اصبر علي، قول له يا رب طيب اعمل زي موسى. يعني موسى قاعد ياخد ودي مع ربنا، اصل انا بس مش قادر، انا بس مش هعرف وربنا. انما في الاخر موسى قال لربنا حاضر. اشعيا قال له ارسلني هأنذا ارسلني. ارميا قال له انا ولد، فربنا قال له لا تقل اني ولد، لاني فيما كل ما ارسلك انا هأيدك واعينك واتكلم في فمك واضع كلماتي في فمك. يا سلام، هو ده الكلام. ناس يعني عرضت على ربنا مخاوفها، عرضت على ربنا ضعفها، وربنا عمل ايه؟ قال لهم تعالوا بس انا هشتغل بيكو، تعالوا انا هقول لكم قوة، انا ازاي اقول لكم تحفظوا طهارتكو، انا انا انا. فاعتمدوا عليه وكملوا في حياتهم. انما نهرب لما هو مريح، نهرب لما هو بالنسبة لنا مطمئن، نهرب إلى هو ما بالنسبة لنا في أمان. هو في أمان بره دايرة المسيح؟ فين ده؟ ده العالم كله يئن ويتمخض. اوعى تهرب، اوعى تقول لربنا لأ، خصوصا لما يكون صوت واضح ليك. ويمكن لو أنت مش واضح ليك يمكن يكون معاك العذر، بس لو صليت قلت له يا رب وضح لي مشيئتك، وعندك نفس متزنة سوية عايزة مشيئة ربنا، حتما ولا بد ربنا هيظهر لك صوته، ربنا يظهر لك مشيئته. إنما كفاية هروب.
كفاية هروب يا أحبائي، لأن الحقيقة لما يونان هرب لازم نتعلم الدرس. لو ما كانش ربنا بيحب يونان كان سابه. في ناس تقول خصوصا في الوقت اللي احنا عدينا بيه ده، يمكن في يونان اللي فات الحقيقة كنا بنتكلم مع بعض مجموعة من الخدام ورحنا سألنا السؤال ده وقلنا كده، قلنا لو ربنا غير مسار حياتك إجباريا زي يونان هتعمل إيه؟ قالت يعني إيه ربنا غير مساري؟ ناس قالت كده يعني إيه ربنا غير مساري إجباريا وأنا ماليش إرادة؟ ناس تانية قالت يعني هو ربنا عايزنا كده نتحرك زي الشطرنج؟ ناس يعني ممكن فكرة الإجبار ما تبقاش حلوة، ما تبقاش مقبولة بالنسبة لنا، لأن ربنا جاب يونان انت هربت، طب تعال هتروح برضو المكان الفلاني يونان، فيها حتة إجبار. لكن الحقيقة احنا شايفين انها فيها إجبار، إنما هي حقا فيها خلاص، فيها خلاص، فيها كلها حب. لأن يونان لما ما قطعش الله ربنا قال له بص الموضوع هيمشي ازاي، اوعى تنسى عملي، اوعى تنسى النعمة بتاعتي، اوعى تنسى ان انا اللي هقودك والمهمة هتتم، ولو انت خايف تكون نبي او رسول شر انا هوريك ازاي تكون رسول لإله يحب الخير وهو إله في الأصل رؤوف ورحيم. طبعا يونان كان عارف هذا الكلام، انما هو ما هوش اجبار بقدر ما هو ايه، تصحيح، هو رجوع للأصل، هو رجوع إلى ما يجب أن نكون عليه. فربنا الحقيقة أنقذ يونان من ذاته، ربنا أنقذ يونان من مزيد من الهروب. طب بعد ما كنت هتروح ترشيش يونان كنت هتعمل إيه؟ يمكن قدام شوية كان يكسف يرجع، يمكن لما يرجع لعقله هيقول إيه ده اللي أنا عملته ده، وممكن يفضل هربان ويأس، زي ما هنشوف ان تملك عليه اليأس في فترة من الفترات لما قال لهم بصوا ارموني بقى في المية فيهدأ البحر عنكم. فاذا هنا احنا تجاه تصرف الله الحقيقة كله حب، عامل زي الاب اللي ابنه حاطط صباعه في الكهرباء وخلاص، فالاب يجي بسرعة يروح شايل ابنه يقول له ايه انا ماليش حريه ان انا احط صباعي في الكهرباء، ما انت مش مدرك خطوره هروبك من ربنا ايه يا بني ادم، مش مدرك انك بعيد عن ربنا هتموت، مش مدرك ان هروبك بعيد من ربنا او هروبك من ربنا هيوديك الى فين، هيوديك الى فين. فاحيانا كتيره جدا من رحمه ربنا انه يخلينا نعيد أو نعود مرة أخرى إلى ما يريده لنا، دي من رحمته ومن حبه مش إجبار، لأن ده اللي بيغير مفاهيمنا وده اللي بيعود بينا مرة أخرى أن نقف أمامه ونصرخ حقا إليه. قبل ما نروح فاصل نراجع مع بعض، اوعى تهرب من فضلك، اوعى تهرب من ربنا، اعلن له ضعفك، اصرخ له بضعفاتك، اصرخ له بمخاوفك، اصرخ له بكل اللي جواك، انما تقول له لأ مش حكمة، مش حكمة ابدا، ده رأس الحكمة مخافة الله. وانك تهرب منه، هتهرب منه تروح فين؟ قوم اصرخ له، قوم اصرخ له، قوم عبر عن مخاوفك، انما تهرب منه وتقول له لأ. لو ربنا حط قدامك سكة عشان تختار تاني طريقه اوعى تهرب بره كمان، ولو حسيت ان ربنا اكبرك ده مش اجبار انما ده تصحيح لوضعك لاجل خلاصك ولاجل مصلحتك. الهنا اله رؤوف رحيم. هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا ونشوف البحاره ليه قالوا ليونان قم اصرخ الى اله. يونان النبي
كان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي كدفني مخلصنا. أرسله الرب الإله إلى رجال نينوى فكرز لهم كقوله فاتاه. ثلاثة أيام وثلاث ليال بصلوات وأصوام مع التمخض والدموع وكذا الطيور والبهائم. فقابل الله توبتهم ورحمهم ورفع غضبه عنهم وغفر لهم خطاياهم. نطلب إليك أيها الرحم أن تصنع معنا نحن الخطى مثل أهل نينوى وارحمنا كعظيم رحمتك. لأنك أنت إله رحوم كثير الرحمة متحنن وطويل الآن محب البشر الصالح. لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا اقبلنا إليك وارحمنا واغفر لنا خطايانا. اطلب للرب عنا أيها الكرز لأهل نينوى ينادي النبي ليغفر لنا خطايانا. أهلا بكم وبنكمل كلامنا مع قم أصرخ إلى إلهك. قلنا اوعى تهرب من ربنا، اوعى تقول لربنا لأ، إنما أصرخ له بضعفك واستسلم شوية أو سلم واتكل لتصرفه وافهم إن تصرفات الله وكلامه هو الحق لأجل خلاصك. البحارة بقى حقيقة يعني أخدوا موقف جميل قوي. البحارة دي شغلتهم وهم فاهمين البحر، وبعدين لقوا عاصفة عظيمة جدا وموج ونطرة حاجة كده ايه فوق العمل الطبيعي بتاعهم، فوق الطبيعي بتاعهم، بدليل ان هم ابتدوا يتصرفوا وابتدوا يخففوا حمل السفينة لغاية لما ابتدوا يقولك يصرخوا الى آلهتهم. ولما وصلوا المرحلة ان هم يعملوا قرعة قالوا اكيد في حاجة غريبة. فالبحارة هنا وهم امم لا يعلمون الله حصل عليهم نوء عظيم، عاصفة كبيرة جدا، ومنها هم كناس ما تعرفش ربنا الهنا قالوا اكيد ده عمل الهي، اكيد اللي احنا فيه ده مش طبيعي، احنا كبشر ما نقدرش عليه، احنا كبشر ما نقدرش عليه، بره خبرتنا وبره قدرتنا وما عندناش له حل. فابتدوا يصرخوا الى الهتهم. كل ده كان يونان بقى ايه نايم ولا على باله. ساعات لما بنهرب من ربنا بنخدر نفسنا، ما يقومناش غير هزة عنيفة. ساعات لما بنكون هربانين من ربنا بنبقى متخدرين وضميرنا نايم ولا دريانين، وما نفوقش غير بهزة عنيفة تبان كده ايه ده، ده كل ده عشان ان هو كان كلامه واضح جدا مع البحارة وهم قالوا له قم اصرخ، يعني واضح ان كان الموضوع اكبر منهم فعلا. قالوا قم أصرخ إلى إلهك لعل نهلك. وبعدين يونان كده سكت وبص وشاف قال بس
أنا عارف يا جماعة كل ده بسببي أنا. وراحوا عملوا قرعة كده، يعني قالوا نشوف في إيه الموضوع ده بسبب مين، مين عامل إيه. ده معناه كلهم إن هم للحظة الأول ابتدوا يتعاملوا مع العاصفة، لما عرفوا إنها وأدركوا إنها أكبر من طاقتهم وخبرتهم ابتدوا يصرخوا للإله، آلهتهم يعني، لقوا واحد نايم قالوا له يا عم فوق قوم انت صلي، يمكن بس يعني انت السبب. وفعلا يونان عارف ان هو السبب، خصوصا لما القرعة اتعملت فجت عليه، فعرف وايقن ان ده كل ده بسببي. وعرفوا ان اله يونان ده هو بقى القادر، هو ضابط الكل. احنا الهتنا دي كلها اصلي مزيفة، الالهة اللي احنا كبشر بنعملها لنفسنا، ده الأشياء تأليه الأشياء كلها مزيفة. الحقيقة قم أصرخ إلى إلهك جت متأخرة شوية من يونان، لأنه صلى في الحوت. المهم قال لهم إيه لحظة يأس، قال لهم بصوا أنا هارب من وجه الله، إيه اللي أنت عملته ده يونان؟ ابتدوا يقولوا له ليه عملت كده؟ ده أنت إلهك ده قوي جدا، ده أنت إلهك ده جبار، قدرته عظيمة، ازاي تعمل كده؟ طب نعمل ايه بس؟ وابتدوا يقولوا يا رب لا يعني هنموت بسببه ولا نموت ولا نعمل ايه طيب؟ فراح يونان بيأس. يونان ما كانش عارف بقى ان ربنا اعد له حوتا زي ما الكتاب بيقول. بيأس كده قال لهم بصوا خلاص ارموني في البحر فيهدى البحر عنكم. دي لحظة من ايه؟ مش صراخ برضو، دي لحظة يأس. لان هم قالوا له قوم اصرخ لإلهك، قوم صلي. لكن هو قال لهم ايه في لحظة يأس؟ ارموني. المهم ان راحوا سمعوا كلامه وقالوا له خلاص هنرميك، بس يعني يا رب ما يكونش دمه علينا. ورموه في البحر، وربنا كان عادد حوت بلع يونان، وهو في بطن الحوت ابتدى يونان يصرخ الى الله. طب يا يونان انت مش حاسس ان صرختك دي كانت ممكن تيجي بدري شوية؟ انا بقول لكم هذا الكلام الحقيقة واحنا بنقرأ القصة بعد ما حصلت، انما احنا لما بنكون مكان يونان الحقيقة، وده كتير جدا، بنصرخ لربنا متأخر. عشان كده لما كنا بنتكلم في الاول قبل ما تقول له لأ وقبل ما تهرب اصرخ له، قل له انا مش قادر، قل له انا مش سامع، قل له انا مش عارف، قل له انا مشيئتي ملخبطاني ضد مشيئتك يا رب، فهمني، قويني، ارشدني، او خليني اعمل الحاجه بايمان باتكال عليه. انما لما قالوا لكم اصرخ الى الهك، وانت ما كنتش مثلا تقدر توعد ربنا، انت تقول طب خلاص يا رب نجيني وهروح لنينوى، مش ده كان حل عندك يا يونان؟ إنما ليه برضو وصلت لمرحلة يأس ارموني في البحر؟ عارفين ليه؟ لكأن كل إنسان هارب من الله في لحظة ما يصل إلى هذا اليأس، ويصل إلى مرحلة أنا إلا نفيدة. مش عايز أقول كلمة فقدان الرجاء، لأني وإن كان أحيان كتير إحنا بنفقد رجائنا، لولا ان ربنا بمرحمه يعيد لنا مرة اخرى عمل روح القدوس جوانا. المهم يونان ابتدى فعلا يصرخ، بس مش لما البحار قال له قم اصرخ الى الهك، بعد ما كلموا معاه وعملوا القرعة. يمكن لو كنت صرخت ساعتها يونان كان يبقى فيه تصرف تاني. انا يعني مش عايز اكون بألف سيناريو مختلف في القصة، بس تخيلوا معايا كده لو كان يونان فاق لنفسه هو لسه على المركب وقال لهم طب بصوا يا جماعة أنا الحياة ربنا كان قايل لي روح نينوى وأنا هربان وأنا عارف، يعني طب ودوني هناك، يمكن كانت البحر يهدى، يمكن واللي هم يرضوا يوصلوه هناك ويغيروا مسارهم هم كمان ويوصلوا، المهم نعيش، المهم نعيش. لكن يونان ما جاتلوش الفكرة دي الحقيقة، لأنه كان يأسان وكان هربان وكان مازال في قلبه فكر الهروب، لغاية ما ربنا عدلوا الحوت ونزل. وبعد كده يونان لقى نفسه في عمق الهاوية. تخيلوا معايا الموقف، وقروا كده صلاة يونان في الإصحاح الثاني في سفره، وشوفوا ازاي هو كان بيتكلم
وعنده معرفة بعمل الله، لأنه لأني أعود وأقف أمام هيكلك. قال له يا رب أنا عارف أنك هترجعني مرة تاني، وصرخ صراخ عظيم من عمق الهاوية، صرخت وانت يا رب هتستجيب وأعود وأقف مش كده أمام هيكلك المقدس. صلاة عميقة جدا يونان صلاها. الغريب ان ربنا خلى الحوت يطلعه فين؟ عند نينوى. ده الغريب. يمكن يونان وهو بيصلي هذا العمق في هذا العمق وبصلاة عميقة ما وعدش ربنا، قال له طب طلعني حي وانا اروح نينوى، ما ودنيش تاني، طب انا غلطان هرجع اروح نينوى. ما جابش سيرة خالص برضو يونان لفكرة ديت، انما ربنا راح ايه؟ خلى الحوت يقذفه على شط نينوى. صراخ يونان كان متأخر شوي. يا رب احنا ما نتحطش في هذا الموقف، ما نستناش لغاية لما نبقى في بطن الحوت ونبتدي نصرخ ليك. احنا لازم نتعلم. محل انا مش بدعي ان انا احسن من يونان، ولا احنا احسن من يونان. ده يونان ده نبي وعظيم، وكلنا يمكن دي القصة اللي في حياة يونان اللي عليها دايرة كده. يعني بص يونان عمل ايه، انما الدايرة دي مقررة في حياتي وفي حياتنا كلنا كل يوم مرة واثنين وثلاثة. كام مرة قلنا لربنا لأ؟ كام مرة هربنا من ربنا، من انجيله، من وصيته، من تحت دراعه؟ فلكن احنا لو بنعيد تقييم الموقف نقول له يونان كنت صرخت بدري شوي. المهم ان يونان بعد ما الحوت قذفه على شط نينوى، ربنا قال له روح نادي على نينوى مدينة العظيمة وقول لهم قد صعد شرهم اماني، لو لم تتوبوا تهلك المدينة. وفعلا يونان راح وابتدى ينادي. بس الحقيقة يونان كان يبدو ان هو منهك وتعبان وبيعمل الحاجة وهو مجبر شوية، لان هو الحقيقة يقول لك كانت نينوى مدينة عظيمة مسيرة 3 أيام. يعني عشان تاخد المدينة من اولها لاخرها تنادي فيها كلها هتمشيها 3 أيام عشان توصل لغاية اخرها. زي ما كده انا اقول لك مثلا انزل في القاهرة وقول يلا يا جماعة هنعمل الحاجة الفلانية. كان زمان بقى ما فيش ميديا وما كانش فيه تليفونات وما كانش فيه أخبار، كان هو الرسول أو النبي ينادي. المهم إن هو بدل ما يمشي المدينة كلها مشي يوم واحد بس، ونادى رسالة قصيرة جدا، لو لم تتوبوا تنقلب المدينة وقدامكم مهلة. الحقيقة الاستجابة كانت عظيمة جدا من أهل نينوى. يمكن عشان كده الكنيسة بتحط صوم أهل نينوى دوت مثال قدام عينينا. وطبعا احنا لو تراجعنا للتاريخ وللأصول الكنسية هنعرف ان صوم نينوى دوت كان صوم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بتعمله سنويا، واحنا مكناش عليه دراية بيه في الكنيسة القبطية. كلام ده يعني 10-11 قرن فاتوا، وابتدوا راحوا مدخلينه، أو مش دقيق قوي أنا في المدة يعني، بس من فترة طويلة يعني، فأخذناه من الكنيسة السريانية وأضفناه على أصوام الكنيسة لأن توبتهم كانت عظيمة، ومنحطها مثال قدام عينين. دول كانوا شعب لا يعرف الله، دول كانوا شعب ما أخدوش أنبياء زي ما شعب بني إسرائيل أخذ. دول كانوا شعب معلوماتهم عن الله إله يونان معلومات كده هوت إيه عن إله إسرائيل والمملكة بتاع داود وسليمان وإلى آخره، كانوا قبلهم أو بعدهم. المهم ما كانوش واخدين كم الشريعة وكم العلم اللي كان عند بني إسرائيل وأولاد يعقوب والأسباط الاثناشر. لكن الحقيقة كان رد فعلهم عظيم جدا جدا جدا، وعشان كده ربنا رحمهم. هم صرخوا لإلههم، لإله يونان، لإلهنا بطريقة مختلفة. احنا اذا كنا بنتكلم بنقولكم اصرخ إلى إلهك، هم صرخوا
وكان صراخهم ارحمنا هنرجع عن خطايانا. وقالوا كله من الملك من الكبير للصغير من أول الملك لغاية أصغر واحد في المملكة حتى البهايم كله يصوم كله يتغطى بالرماد. رماد هنا كناية عن الخزي. ومحدش يلبس لبس فاخر نلبس مسوح ونرجع عن طرقنا الرضية. تذللوا أمام الله. هنا صراخ مختلف. لما بقول لك قم أصرخ إلى إلهك مش معناه انك تقف بس وتصرخ كده وتقول له الحقني وتقول له انا مش قادر وتقول له لا، انت تصرخ له تقول له انا ما استاهلش، تقول له يا رب ارفع غضبك عنا، تقول له يا رب انا هرجع عن طرق الرضية. ما ده صراخ. احنا دايما صراخنا لربنا بيقف عند صراخ مشيئتنا احنا وطلباتنا احنا. لما كان بيقول له قوم اصرخ لإلهك عشان ينجيك، إنما إحنا ساعات نصرخ ربنا نقول له ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. ما هو ده صراخ برضه. ويمكن هو ده المهم، لأن إحنا ما إحناش هنعدل على مشيئة ربنا ولا هنعدل على أحكامه ولا هنعدل على وصاياه. اللي داخل في سكة تعديل وصايا الله وتعديل أحكامه وتعديل شريعته ربنا معاك يا ابني، ربنا معاك. قولوا اللي ربنا بيقوله حق احنا نعمله باطل. ما هو ربنا يقول كده او بولس الرسول يقول كده في رسالة رومي، يقول لك لان غضب الله معلن على جميع فجور الناس. غضب الله معلن على جميع فجور الناس الذين ابدلوا ايه الحق بالاثم. خلوا الاسم بقى حق واخدوا الحق خلوه ده ملناش دعوة بيه. دي ناس متمردة على وصايا الله على شريعته على مشيئته على خلقته. إنما إحنا بنصرخ نقول له يا رب مش نفذ مشيئتنا ولا مجرد يا رب نجينا، إنما بنصرخ إليك يا رب أن ترحمنا أن تغفر لينا خطايانا، مش أن تعبر عنا يا رب هذه الأزمات، إنما تغير في قلوبنا وتطهر يا رب أفكارنا وأجسامنا وتنزع محبة الخطية من قلوبنا. هو ده صراخ أهل نينوى. صرخوا إلى الله بصومهم، نادوا بصوم، نادوا باعتكاف. ما هو ربنا هو اللي بيقول هذا الكلام، وليرجع كل واحد عن طرق الرضيئة. وكان أمر من الملك وكله عمل كده، كله عمل كده. حدش يقول يا ابونا يعني يمكن كانوا بيضحكوا على ربنا، يمكن عملوا كده بس وخلاص. قول اللي تقوله، بس الحقيقة أنا اللي أقوله إن ربنا مش هيضحك عليه، ربنا مش هياخد بوجوههم. ربنا إنما رحمهم لأنه عرف إن هم اتغيروا فعلا جوه قلوبهم وندموا ورجعوا عن طرقهم الرديء. أصرخ إلى إلهك بتوبة. ما تصرخش إلى إلهك عشان يغير مشيئته عشان يعمل لك اللي أنت عايزه. ما تصرخش لإلهك عشان بس ينفذ رغباتك، إنما صرخ له قل له اللهم ارحمني أنا الخاطي. قل له يا رب، وده اللي احنا بنقوله في أهل نينوى صوم أهل نينوى بصوتهم وبقلبهم، يا رب اغفر لينا خطايانا، يا رب اغفر لينا أثمنا، يا رب ساعدنا وقوينا إن احنا نرجع عن طرقنا الرديئة. يا أحبائي الحقيقة إحنا محتاجين كلنا نصرخ إلى إلهنا، مش عشان إن هو ينفذ مشيئتنا ولا ينجينا من أي مشاكل أرضية، إنما نصرخ إليه أن يرحمنا من خطايانا وأثمنا، من الخطية اللي بقت ساكنة جوه بيوتنا وجوه دماغنا، من الخطية اللي محيطة بينا فبقينا إحنا أسهل لينا نعمل الخطية من إن إحنا نسلك بحق أو نسلك بطهارة أو نسلك ببر. كلنا محتاجين رحمة ربنا، كلنا محتاجين خلاصه. نصرخ إليه أن يرحمنا ويقبل توبتنا وصلاتنا. ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا ونشوف ليه ربنا قبل صومهم وليه ربنا قبل توبتهم. ناخد فاصل ونرجع نكمل كلام.
بيكم وبنكمل كلامنا. قلنا اوعى تهرب من ربنا، قلنا اوعى تقول له لا، قلنا البحارة الحقيقة عرفوا ان الخروج عن الطبيعة ده بره قدرتهم وبره خبرتهم، اكيد في حاجة غلط، اكيد ده يعني حركة كده جامدة جدا وعمل الهي خلى كل الكلام ده. قلنا كمان يونان صرخ لإلهه بس في بطن الحوت، وده كان صراخ متأخر، وتعلمنا ونقول اصرخ له بدري، ما تستناش لغاية لما الدنيا تسوء جدا وتبعد عنه كده وتحس بهذا الضيق عشان تبتدي تصرخ لإله. قلنا كمان لما ربنا حرك يونان من تاني لقينا استجابة عظيمة جدا من أهل نينوى، وقلنا إن احنا محتاجين نصرخ لربنا عن خطايانا ليرحمنا ونطلب منه المغفرة، مش صراخ دايما لأجل نلم اللي احنا عايزينه أو يغير الظروف اللي حوالينا، إنما في صراخ آخر، صراخ طلب التوبة، صراخ طلب النجاة، صراخ طلب الرحمة. ويمكن إن دوت اللي ربنا دايما بيتمنى أحيانا إن هو يسمعه مننا. استجابتهم كانت عجيبة جدا، ولو فكرنا وقلنا يا رب انت يعني غيرت كده الخطة بتاعتك بسرعة، ليه يا رب يعني قبلتهم كده، هنلاقي الحقيقة استجابة كانت فورية لنداء يونان. احنا احيانا نستجيب لعمل الله وصوته انما متأخر، بدليل يونان. يونان ما هو ما استجابش، يونان قال لا صريحة، وده اللي احنا يعني كتير مننا بيقع فيه. فيونان قال لا صريحة وهرب، هم ما هربوش، هم ما قالوش لا، قالوا انت مين، ما قالوش انت مين، طب تعال لنا بكرة، طب استنى علينا يومين، ما قالش طب ما احنا لسه قدامنا 40 يوم يعني على الاخر نتوب، لا ده فوريا. اول حاجة نتعلمها من اهلنا والاستجابة السريعة لنداءات الله الينا في التوبة. عارفين الأنبا أنطونيوس لسه كل يعني آخر يناير بنحتفل بنيحته، أنبا أنطونيوس سمع كلمة استجاب، أترك إن أردت أن تكون كاملا أترك كل ما لك، يا الحال أنا ده الكلمة دي لي أنا. وهل الله بيبطل إن هو يبعت لنا رسائل توبة مثلا أو رسائل تصحيح مساراتنا؟ يا خرابي، ده احنا كل واحد فينا في هذا العصر بيسمع صوت ربنا بأشكال مختلفة، على الأقل على مستوى الوصية وعلى مستوى التوبة كل يوم، ده احنا بنصلي الكلام بنقوله كده هوت واحنا مطنشين او احنا هربانين او احنا ما احناش فاهمين، ده احنا حنا بقى اصعب من نينوى واصعب من يونان.
إنما أهل نينوى كان استجابة سريعة جدا لنداءات الله والعمل الله، ومش بس استجابة سطحية، إنما صاموا وامتنعوا. عارفين الصوم بتاعنا ده، يعني ناس كتير مننا للأسف تشتكي تقول لك أصوام كنيستنا كتيرة، يا جماعة ده احنا محتاجين نصوم إن شاء الله العمر كله، نمتنع عن الشر، ده فترات تدريب بس كده عشان نخرج من كل صيام ممتنعين عن شر ما. اقعد تكون فاكرين ان الصيامات دي هي صيام اكل، يعني ده امتناع عن الشر، امتناع عن الشر، وبزود عمل الخير، وعشان كده بقلل من اكلي وبظبط اكلي بطريقه معينه عشان اساعد العمل الروحي جوايا، واساعد روحي ونفسي إنها تعرف تتخلص، ويبقى عندها إرادة، فتعرف تقول لأ للشر، وتعرف تقول لأ للقلق، وتعرف تقول لأ للخوف، وتعرف تقول لأ للنجاسة، تعرف تقول لأ لكل ما هو عكس وصايا الله مش العكس. لأن ناس كتيرة وعالم كتيرة لما تركت الصوم وتركت الوصية وكانوا مسيحيين الحقيقة، سنة بسنة بسنة كانوا مصيدة للإلحاد، وقعوا في مصيدة الإلحاد، وقعوا في مصيدة ان انا بقى مدام انا مش قادر اعمل الوصية فالغيها اساسا وعيش من غيرها. لازم نبص حوالينا ونتعلم. فالنهاردة الاهل، الاب والام اللي بيعلموا ولادهم الصوم من اول الصيام، وبتدرج طبعا مع ابائنا المدبرين وابائنا الروحيين، ونبتدي كده بتدرج بيعلموا ولادهم يقولوا لأ أنا مش هاكل دلوقتي، لأ أنا مش هاكل دي، لأ أنا لازم أصلي، لأ أنا أصلي صايم. جوه نفسه مش هنمشي في الناس ننادي في الأسواق زي ما المسيح بيقول. فكل أب وكل أم بتعمل هذا الكلام هي بتعلم ولادها إن في وصية، إن في شريعة، إن في شيء إحنا لازم نعرف نقول له لأ ونعرف نمتنع عنه. عشان كده أهل نينوى كان ليهم حقيقة صفة جميلة جدا في استجابة سريعة، ومش استجابة اسمية، إنما استجابة فعلية عملية. صومهم كان مرتبط كمان بالتغيير، تغيير الفكر. بعد ما كنا سايبين نفسنا نعمل اللي احنا عايزينه، الحقيقة بقينا نعمل ايه اللي احنا مفروض نعمله، في وصية، في إله، في شريعة. وطبعا ربنا مدينا كل هذا الكلام عشان خاطر ان احنا نحيا معه ويحفظنا. في سؤال معانا استاذ وجيه، سؤال. ايوه بس ابونا. سلام، اهلا بيك استاذ وجيه. ابونا انا القصه ابونا بتاعت اليونان وقصه اهل نينوى ما عارفينهاش احنا نهايه يونان كان ايه، يعني لغايه النهايه وهو معترض على اراده ربنا يعني. ولما كلمه ربنا قال له انا حزين حتى الموت يعني خد روحي، يعني بيقول لي ربنا خد روحي انا يعني، لكن ما عرفنا يعني ما وضحت الناس القصه في الكتاب المقدس. هل يونان بعد القصه دي مات على طول اول ولا ايه اللي حصل؟ يعني ما عارفينش حاجه يعني احنا ضايعين. لا انا هقول لك حاجه يا استاذ وجيه، هو طبعا باين ان يونان اتعلم الدرس، لان هو حتى لما باين ان يونان اتعلم الدرس، لأن هو لما صرخ المرة دي صرخ وقال له أنا حزين خد نفسي مني، كويس، هو ابتدى يتكلم مع ربنا، ابتدى يتكلم مع ربنا. عشان كده كمان احنا يمكن أحيانا نحب نقول صوم أهل نينوى، لأن كان استجابتهم أسرع من يونان. يونان بعد كل اللي عدى فيه ده، أول ما شاف ربنا رحمهم اتغاظ، قال إيه ده، ما أنا كنت بعد في أرضي، هطلع أنا كده عيل بس عمال أقول كلام وما بيحصلش؟ وقال له ما انا قلت وانا بعد في ارضي انك اله رؤوف رحيم وترحمهم، وماله يا نان؟ فربنا قال له يا ابني انت عايزني يعني اسيب مدينه فيها كام الف نفس و و و و وبهائم كثيره. وطبعا القصه دي بتورينا ازاي ربنا لما حد ساعات يجي يكلمني على صدوم وعموره او على الحروب اللي حصلت في العهد القديم، يقول لك اصل انتوا الهكم اللي بتقولوا عليه ده اله قاسي، اقول له لا لا لا، بص كلام ربنا، ربنا عارف مين هيتوب، ربنا عارف مين هيستجيب، ربنا بيبعد. إنما فيما يخص يونان، عشان نريح عم وجيه،
نقول لا، يونان اتعلم الدرس أكيد بعد كل هذا الكلام، لأن كفاية متأكدين أن ربنا عمل كل ده عشان خاطر يعلم يونان درس عظيم. فيونان طبعا اتعلم من الدرس، وطبعا من بعد ما نزل في بطن الحوت وطلع، يمكن لما قال له ربنا أنا متضايق حتى الموت، لأنه هو عارف أنه مش هينفع أهرب تاني من ربنا، وعارف أني أعبر لك عن غضبي أحسن مهرب من قدامك، وعارف أني أنا كخادم أو كنبي مش دوري أن أنا أعدل على كلام الله، إنما دوري أن أنا أوصل كلام الله. والله له الحرية الكاملة، أن ربنا عنده المعرفة الكاملة فيما يفعله. جالنا سؤال مكتوب بيقول: السيد المسيح في إحدى معجزاته هل ها قد برئت ولا تخطئ لألا يكون لك أشر؟ هو إحنا يعني نخطئ ولا نتوب ولا إيه؟ لا طبعا، ربنا هنا كان اداله الشفاء وقال له خلي بالك، أشر من المرض هو أنك تخطئ تاني وتموت، وتموت في خطيتك. معانا تهاني، أهلا بيك يا تهاني. أهلا أطفى أبونا، سلام ونعم. سلام، أهلا بيك، تفضل. ممكن أسأل يا أبونا، هي صيامنا يونان بيتنا من واحدة لثلاثة، يبقى فيه اتفات الدخ، أنا كنت بصوم من الساعة 12 بالليل بس متلخبطة شوية، هل إحنا بنصوم قبلها بتسع ساعات ولا أستنى أصوم من الساعة 12 بالليل؟ لا، تصومي زي ما كنت بتصومي يا تهاني. احنا لما بنصلي قداسات متأخرة الصح ان احنا بنصوم من 12 بالليل، لان ده صوم فيه نسك شوية، ده صوم فيه نسك وفي تذلل وفي تضرع امام الله. الصح زي ما الكنيسة بتعلمنا ان احنا بنصوم من 12 بالليل. لو واحد عنده ظروف استثنائية، يعني في ناس لازم تاخد ادوية معينة، عندها ضغط او عندها سكر او عندها اي حاجة في الاعصاب، لازم ادوية في مواعيد معينة، ده بيبقى اذن بقى من اب اعترافك، انما ما اقدرش اقول كده على الملا. انما انت ترجعي لاب اعترافك لو في اي ظروف استثنائيه خاصه بادويه، خاصه بتعب الى اخره. انما الصح ان احنا بنصوم من بالليل، الصح ان احنا نصوم من بالليل. معانا سؤال من ابراهيم، اهلا بيك يا ابراهيم. الو، سلام عليكم صابونا قبل ايه. سلام، اهلا بيك. الوقت يا ابو صابون، انا في مشكله معايا، مراتي عندها حاله نفسيه وحصل مشاكل بينه وبين ثباتي، فاخوها قال انت ولادك عندك وانا اخت عندي، ودي لك 5 سنين يا ابو صابون، اولادي راحوا ملجا وانا مش عارف اعمل ايه، هل حرام ان انا سايبها الفتره دي كلها ام هم اللي اختاروا؟ لا وماله، يعني انت شكلك سعيد يا ابراهيم. أنا من الصعيد، من صملوط. آه ما أنا عرفت دماغك ناشفة شكلها كده. ربنا، أنا سعيدي برضو على فكرة، يعني ربنا يديك النعمة يا إبراهيم. لا وماله، نصالح يا إبراهيم، نحاول نتصالح. الفكرة مش حرام ولا حلال، ولا الفكرة الصح إيه، لكن أنت بعيد عن مراتك وعيالكوا بعاد عنكوا وبقالكوا 5 سنين، طب ليه العمر بيجري؟ ليه العمر بيجري؟ وحتى التعب النفسي النهارده في علاجات قويه جدا، في تقدم كبير في علم النفس وفي طب النفسي، فحتى اللي تعبان نفسيا بقت الادويه بتجيب نتائج كويسه خالص. ربنا يديكوا نعمه وتروحوا لدكتور شاطر نعالج اي حاجه نفسيه، انما نقعد 5 سنين، احنا بيوتنا دي كنايس صغيره، وانت الاب كانك كاهن البيت وكاهن الاسره، فلازم تلم أسرتك من تاني ونحاول نتصالح ونشوف، ودخل حد ما بينكو تتصالحوا كده هوت وترجع الأمور لمجاريها. حاول تلم بيتك مرة تانية يا إبراهيم، ربنا يقويك. أصرخ لإلهك، أصرخ إلى إلهك. أهلا بيك عادل. عايدة، آسف، أهلا بيك يا عايدة. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك. أنا وصلك طيب. وأنت طيبة مدام عايدة، ربنا يخليك. انا طالبه صلاه لابني محبوس في قضيه كبيره جدا واتحكم عليه ظلم، فعايزه صلوات قدسك لي يا رب، المقضي كده يتم على خير وانت في الجلسه كده قريب. ربنا ينجيك وربنا ينجيه ويرفع عنه الظلم. اسمه مكرم. حاضر، ربنا ينجيكوا. جرجس على اسم ماري جرجس، ربنا ينجيكوا. روحوا خدوا راي محامي واثنين وثلاثه
وربنا ينجي ويرفع الظلم عن جرجس وعن كل أولادنا اللي احنا الحقيقة يعني أحيان كتير بنسمع عن السوء تفاهم أو سوء حكم أو إلى آخره. ربنا يرفع وينجي. أصرخوا إلهي إلهكم لأن إلهنا إله رؤوف ورحيم. والحقيقة هو بيسمع سؤال يعني يمكن زي كده السؤال اللي جاي ده بيقول أحيانا ربنا لما بنصرخ إليه يستجيب وأحيان أخرى لا يستجيب. لا أنا مش مع السؤال ده الحقيقة. ربنا دايما بيستجيب. مش ممكن ربنا ما يستجيبش. أحيان كتيرة بس بتبقى استجابته غير رغبتنا. وافتكروا كده هوت مثلا واحد زي يوسف وقع تحت ظلم كبير كتير سنين طويلة. لكن هذا الظلم تحول إلى إيه؟ زي ما قال لإخواته أنتم أردتم بي شرا ولكن الرب أراد لي خيرا. حتما ربنا دايما يستجيب. يا أحبائي قبل ما نختم كلامنا نقول قوموا صرخوا إلى إلهكم. افتكروا أن توبة أهل نينوى كانت توبة بتغير الفكر وبتغير السلوك وبتغير الاعتياد. توبة بتدي للنفس تحرر من الخطية والرجوع عن طرق الشر. ثلاث أيام يعني سهلين، اللي بيعمل فينا حاجة متعود عليها يبطلها، حتى خوف حتى قلق حتى شيل هم حتى إن كان خصام. ويمكن لما نصوم ونصلي ربنا يساعدنا، ده أكيد هيساعدنا وأكيد هيستجيب إلينا. إنما نصرخ متأخر لا، إنما نقول له لا بلاش نقول له لا، إنما نهرب منه بلاش نهرب منه. قصة يونان هي قصتنا كلنا من أول لما بنسمع الكلمة وبنهرب وبنعاند، بس مش أحسن حاجة إن احنا نعاند مع ربنا. آخر حاجة نختم بيها أحكام الله وصوته. هو الحكمة إنك تقول له حاضر. يمكن لو كان يونان من الأول قال لربنا بس أنا عندي شوية مخاوف، أنا عندي شوية أفكار، أنا عندي شوية مشيئة، ودي شطارة كل واحد فينا في صلاته في مخدعه، اللي بيركع ويقدم كده هوت إيه توبة ويقدم يطلع ربنا كل اللي جواه. حتما ربنا بيستجيب وحتما ربنا بينظر إلينا. يا رب يقبل توبتنا كلنا زي ما قبل توبة أهل نينوى. وثلاث أيام ناخدها تدريب، نمتنع عن الشر ونمتنع عن الفكر الخاطئ ونمتنع عن النجاسة والخوف وشيل الهم. ونخصص الثلاث أيام دول ربنا يعني يقبل مننا كل صلاة نقدر نقدمها في بيوتنا وفي كنايسنا. ربنا يحمينا ويحفظنا. قوموا أصرخوا إلى إلهكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد. آمين.